حي في بحري. لاحظت الساعة 11 ونص 12 إلا تلت فيها أولاد بيلعبوا في الشارع كورة يعني. نعم. أنا ما أعرف وين يعني، بسأل بقول مرات، أقول إذا كان الحفلات 11 مسموح بها لحد الساعة 11، بس بتخيلك تعال ماري بالأولاد دي بيلعبوا، بتقدر زي كلامه بتقدر تتدخل تقول لهم أمشي بيوتكم؟ وهل لو قلت لهم أهلهم بيسمحوا لك بأنك أنت توجهون؟ يعني أنا بفتكر إنه وين أهل الناس؟ وين أهل الأولاد دي في اللحظة دي؟ بعد 11 ونص 12 إلا ربع، وهم يعني ممكن يكونوا مرتاحين منهم، ما مزعجينهم، عشان كده خلوهم يجوا في. هو طبعا يمكن على الرغم إنه نحن البرنامج بتاع الحفلات إنها بتنتهي الساعة 11، وبالتالي المفروض يكون كل ذول رجع بيته، لكن الشيء اللي بيحصل أصلي في الميادين بتاعت الكورة والخماسيات المنارة دي وبيأجروها بالساعة وكذا، يمكن لسخانة الجو بالنهار بتقل الأنشطة دي، لكن ده ما معناه إنه مسموح بأنه أنت تلعب. أعمارهم صغيرة، نتكلم عن أعمار 9 سنين، 11 سنة، 12 سنة، معناه في فكة شو في العيار فاتت شوية. شوية في رخية. وفي شيء علم أنا داير أضيفه في الحتة دي، الرياضة ليلا الجسم عشان يهدى ويسترخى داير 6 ساعات بعد التمرين الرياضي، فزور بيتريض الساعة 12 بيسترخى عشان ينوم 200 ستة صباح. هذه مشكلة، الرياضة ما بتنشط، الدورة الدموية بتنشط الجسم، وما عارف ينضرر السهر على الطفل والخلايا العصبية وأسرها. والله يخلي هي دائرة كلام فعلا، هو دور كلام علمي، دور الرعاية. دور الرعاية ما عندها برنامج، دور الرعاية الشبابية، المراكز مراكز الشباب، شباب هاي. نعم. المخيمات الصيفية الآن بتقوم مخيمات صيفية، لكن تكلفتها عالية، يعني المخيم ممكن يكون بمبلغ وقدره، إذا أنت عندك 2 ما حتقدر تشركهم. طيب ليه هذه البرامج ما تكون تحت رعاية الدولة، والدولة هي المناضبة أنها تقوم بهذا البرنامج، مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات تقوم بهذه المخيمات على الاقل عشان يخفف على اخونا دكتور ابو بكر، بدل يشدوا المئزر في بعد الامتحانات يرتاحوا شويه يعني. المدارس ذاتها ممكن تعمل انشطه. ايوه المدارس ذاتها ممكن تعمل انشطه، والمساله ما المدارس ذاتها ممكن. أيوة. تبقى مراكز صيفية بما انه في الاجازه ما في طلبه، تكون هي مركز للتحفيظ ودراسه الرياضه. انا بقول الاجازات تبني ثقافه شخصيه الطفل كويس. والله هي افكار يعني مفروض الناس يقولوها.